في سعف شيد أعطيني التشكيلة التاريخية للكليوب في ليكيب تيب. ليكيب تيب في سعي ما تخممش بعرفش اللي خلطت عليهم أنا اللي خلطت عليهم أنا مش العبيد. والله في حراسة المرمى أبو بكر وعادل همامي برجولة، يا واحد هز الرباعية والآخر عمل لي ريكورد، دونك ما نجمش نحط واحد ناحية الآخر. أريف دروا اللي حضرت عليهم أنا في النادي الإفريقي، اللي حضرت عليهم أنا ديما نقولة شكري وحمزة العقربي. أرير جوش ما نجمش، ما تنجمش نختار لك واحد، خاطر نحكي بالكاريير وباللي حضرت عليها انا 30 سنه تبع في الكلوب، دونك ما نجمش بعد يجي يقول لك اللي قبلهم وكل ما حضرتش عليهم انا. اي بين شكري وحمزه تخيل. بين شكري وحمزه شوف زوز بالنسبه لي شكري زعلاني، كانت معناتها الكاريير نتاعو تكون اطول برشا. شكري جاي في كونكورونس مع حاتم طرابلسي وطارق ثابت وقتها، مع شكري كان ما جاتش كونكورونس هذيك، راهو عمل كاريير في الكيب ناسيونال دو دوا باش يكون موجود في الكان 2004. شكري حمزه الضربه وقفته شويه، لكن حمزه الى في 10 اني حسب رايي انا محترمين في النادي الافريقي. علي صار شكون نحطه؟ علي صار شكون نحطه في اللي حضرت عليهم انا كوري فوا با، ونحب برشا وسامح حدادي، دونك وسامح في الاكس سالوتا جوفو دي المغاري قدام في الوسط نمر 6 اللي حضرت عليه انا بون المرحوم، لكن نحب سمير برشا. سمير سليمي 6 6 سمير سمير يحيى وسمير ويحيى وسمير ويحيى ولطفي ربيس قدام عادل فوزي سمتوتي. واضح سهله برشا. كانت هذه ليكيب تيب. ليكيب تيب يعطيك الصحة، شكرا لك شيخ زملي، شرفتنا بحضورك اليوم، بالتوفيق ان شاء الله في الانتخابات للنادي الافريقي. شكرا. كيف كانت رشحتوا انتم الا بالتوفيق القائمة الثانية ايضا اذا كانت رشحت قائمة ثانية، ونتمنى ان شاء الله باش نكونوا واضحين وصريحين مع جمهور النادي الافريقي بدون احلام وبدون امنيات كبيرة، عن اوبجيكتيف واضحين افيك توت لا ترونسبارونس بوسيبل، وربي يوفق الجميع.